بسم الله والحمد لله تعالى. كنا التقينا منذ أيام قليلة لنمر في هذه الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم، ونلتقي في هذه اللحظة وفي هذا اليوم لأن الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام وضع غير طبيعي. نعيش للأسف محاولة انقلابية ولكنها فاشلة، والواجب الوطني يقتضي اليوم حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور، لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها. وبناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي. اجتمع هذا المجلس أو هيئ له أنه اجتمع، ولا يعلم أحد كيف تمت دعوة هذا المجلس للانعقاد، لأنه أولا مجمد، والاجتماع الذي تصوروا أنه حصل عبر قناة تلفزية أجنبية وهو ما لم يحصل قط في تاريخ أي برلمان. لا شرعية له على الإطلاق. فمن تقدم بهذا المشروع ومن ختمه ومن أمر بنشره لهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة، لهذا الحد يستهينون بالشعب التونسي بعد أن جوعوه وبعد أن نكلوا به. ولكن أقول للشعب التونسي لتأمن إن شاء الله من بعض خوف ربما، ولكن لتأمنوا جميعا، لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة. أنها محاولة فاشلة للانقلاب وهو تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وستتم ملاحقة هؤلاء جزئيا. وقد بادرت منذ قليل السيدة وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية. وأتوجه إلى الشعب التونسي بأن يكون في هذه اللحظات الدقيقة والخطيرة التي تعيشها تونس أن يكون ثابتا متماسكا، وأن لا يترك أيا كان من هؤلاء الذين لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم يتسللون إلى صفوفهم. وبالتأكيد سيعبر الشعب عن إرادته، ولكن في إطار السلم
وفي إطار احترام قوانين الدولة. وأحذر من أن أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون بقواتنا المسلحة العسكرية وبقواتنا المسلحة المدنية، لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها. عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر، وعاشت الجمهورية، وسيحقق الشعب التونسي آماله وسيحقق مطالبه، ونتحمل المسؤولية في ذلك أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب. المسؤولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظا على الدولة وعلى استمراريتها. ماذا يعني أن يقال أن كل البراسيم التي تم اتخاذها تم إلغاؤها من قبل من؟ اجتمعوا في أي مكان اجتمعوا؟ وما معنى يقع إلغاؤها؟ يعني هل هؤلاء واعون بما يفعلون؟ أقول لهم أن عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم، بل ليس لديهم عمق، وأن شرعيتنا نستمدها من الدستور ونستمدها من الشعب الذي فوضنا. وأقول لهؤلاء الذين يتحدثون كل يوم عن الحريات، أقول لهم نحن نضمن الحريات، وهم خطر على الحريات، خطر على الدولة. ومن يعتقد أن مؤسسات يمكن التسلل إليها كما تسللوا إلى عديد المؤسسات فأنا واهم. الدولة قائمة، والدولة ستستمر، والجمهورية ستستمر، وسنواصل إن شاء الله على درب، على بناء طريق جديدة إلى تونس. سنواصل، وهذا هو مشروعنا. لماذا يهبون الانتخابات وقد تم تحديد تاريخها؟ لماذا يهبون الاستفتاء وقد تم تحديد موعده؟ السيادة للشعب، وهي أعلى مرتبة من الدستور. فلنعود إلى الشعب، ولكن لن يعود إلى الانتخابات من يحاول الانقلاب ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة. تم تحديد الموعد وتم تنظيم الاستشارة، أكثر الاستشارة بالرغم مما فعلوا، أكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني على الاستشارة من دول متعددة مختلفة لإحباطها. لماذا يخافون الشعب ويهابون أن يعبر الشعب عن إرادته؟ لأنهم يعرفون أنهم فقدوا أي شرعية وأي مشروعية، ولا يتعلموا المفاهيم التي لم يتعلموها، ولا أعتقد أنهم قادرون على استيعابها. نمر بدقائق أو بلحظات صعبة، ولكن هذا قدرنا وهذه مسؤوليتنا، ولا مجال لأن تكون الدولة والشعب التونسي
هدفا لمن لا يؤمنون بمؤسساتها ولا يؤمنون بالقانون. ماذا يريدون؟ ما يريدون حكومة أخرى، يعني كما حصل في بعض الدول. يريدون الاقتتال، يريدون الفتنة. فليستيقظوا من أحلامهم، وآن الأوان أن يستيقظوا بقوة القانون وبالدولة وبمؤسساتها. هذا ما عهدنا الشعب عليه، ولن نترك أبدا لهؤلاء المجال للتحرك، وسيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن، للحفاظ على الشعب ومقدراته، وللحفاظ على استقلاليتنا. سنحترم القوانين، نحترم الحريات كلها. ماذا يريدون بالحريات؟ هو التسلل إلى الدولة وضربها من الداخل. وأحذر هنا من أن أي محاولة للمضاربة بقوة الشعب من أي جهة كانت ستقابل بالقانون. هم يريدون تجويع الشعب والتنكيل به في غذائه وفي معاشه، يريدون الفتنة، ولكن لن يفلحوا. تونس دولة مستقلة ذات سيادة، السيادة في أهل الشعب، وستبقى قائمة بالرغم من هؤلاء الذين لا يعيشون إلا في الظلام. المسؤولية ثقيلة، ولكن لا بد من تحملها، لأننا نحمل هذه الأمانة، ولأننا عهدنا الشعب على ذلك، وعهدنا الله على ذلك. فلنسر جميعا بخطى ثابتة حتى نحبط أعمالهم. هم مفضوحون بكل المقاييس، على أي مقياس من المقاييس. لا شرعية لهم ولا مشروعية، وسيظهر ذلك من خلال ردود الفعل. وأقول ردود الفعل، الشعب يترقب في ذلك، ونحن في موعد مع إرادة الشعب، وفي موعد مع التاريخ، لنصنع تاريخا لتونس، تاريخ الدولة التونسية الحرة المستقلة ذات النظام الجمهوري. عاشت تونس، ولا عاش فيها من ليس من جندها، ولا عاش فيها من خانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.